السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. كنت عاوز أسأل حضرتك كويس يا عبد الرحمن. في سورة آل عمران ربنا بيقول فبشرهم بعذاب أليم. هي مش البشرة دي يعني حاجة خير؟ يعني هنا بشرة بعذاب أليم ازاي يعني؟ البشارة في أصل معناها ما يظهر أثره على البشرة، فقد يظهر الأثر على البشرة ابتسامة وسعادة، وقد يظهر الأثر على البشرة نكد وهم. فالأصل البشارة ما يغير البشرة. أنت ليك بشرة معينة، ممكن البشرة دي تيك خبر سعيد يعني تفرحي ويظهر أثر السرور على وجهك، وعياذا بالله شخص آخر تقوله بشارة بمكروه يظهر أثر المعصية أثر الحزن على وجهه، بشرته تتغير للحزن. فهذا معنى كلمة البشارة، لكن في الغالب تطلق على الخير. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، لكن قد تطلق أيضا على الشر. بشر الذين كفروا بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. عرفت أصل معنى البشارة؟ نعم. هي أصلا ما يغير بشر، لكن في الغالب تطلق على الخير. واحد يقول لك مثلا أعطيني شيء تقولين له أبشر، يعني أبشر بالخير في الغالب.